مجاهد، وهو مجاهد بن جبر، وهو من طلاب ابن عباس رضي الله عنهما. ولذا قيل إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به. وقال قد عرضت القرآن 3 مرات على ابن عباس رضي الله عنهما، أعرضه آية آية، أقف عند كل آية وأسأله عنها. وهو مولى. ومجاهد هذا توفي وهو ساجد، فنسأل الله الكريم من فضله علم وعبادة، نحسبه والله حسيبه.